هالليلة الشمع هالليلة الشمع ينوت للفرح والياسب تشرع وبعطرة الفتح والخير بعرش روح دار طفح مولد فاطمة صدر الله شرع للنبي المختار شعت الأنوار يا زهرة جو جو كل أهل السماء ينطاها الأب نزلوا الورد طشوا عن نبي من ذاك الزمان عاشق مذهبي قالوا فاطمة مضمون العبد كل بساطتها لما ما لعيال والصديق ينقال كلهم ذول من بيت الرسالة توظفوها وقام خاتم الإسلام للشكر محتام وبفرض العشق صرف عياله والويا كلها من أحبابه والويا عاشقين ترابه والويا شاركوا أفراحه والويا قمدوا أصحابه والويا كلها من أحبابه والويا عاشقين ترابه والويا شاركوا أفراحه والويا قمدوا أصحابه شاركوا أفراحه عاشقين ترابة عاشقين ترابة الله محمد أصحابة عاشقين ترابة يا زهرة مرسال الفرح الموفق حيدر سامي الخلعاوي مرسال الفرح والدول الوصي بمكتوب له تحضر يا الولي فردوسك اجت يا بيرق علي وقالوا لك تمال نصدينك علي لما نتلقوا بالفرح النور قاموا وينادوا على جايتك يا مهوب الخليقة وتبسم هواي الضحكات بهداي
وجنت ما يدمر بها ريح وشيك طريقه قام عليه خاتم وعنوانه قام عليه من صدر ديوانه قام عليه يا محبوب قام عليه واحد توالي قام عليه خاتم وعنوانه قام عليه من صدر ديوانه قام عليه قلنا يا محبوب قام عليه واحد توالي واحد توالي خاتم وعنوانه خاتم وعنوانه من صدر ديوانه قلنا يا محبوبي قلنا يا محبوبي واحد توالي واحد توالي واحد توالي قلنا يا محبوبي قلنا يا محبوبي قلنا يا محبوبي يا زهراء يا زهراء يا زهرة يا زهرة جاو يا زهرة قعدة وسولفة طه وحيدرة عن أم الحسن وبكل مفخرة قعدة على النبي اسمع ما جرى خاطبها إليك ربك هالمرة ربك هالمرة يا حيدر ارتاح من يوم الأرواح ربك إليك صاح من تصير لك بنت الهداية وبضيها سنين تلك حال نعيم ما صاران سنين بد من عدها والعاد كل نهاية بس هي الله خلق نورة بس هي كل خلق مذهورة بس هي من حماك حواية بس هي نبيتك من ذورة بس هي الله خلق نورة بس هي هوايا بس هي بيتك مدورة الله خلق نورة الله خلق مدخورة منها ماك هوايا بيتك مدورة بيتك مدورة بيتك مدورة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة جا جا الله يا زهرة يا زهرة يا زهرة